العيشة في بلاد من غير ذمار لا تطاق، وما تنطاقش أكثر في بلاد محتاجين فيها للذمار. كانت أمي كيبدأ ما عندها حتى شيء تعملنا فرشة ذمار على الخبز، مش دوني أما ما يشبعش. كل ما نحكيه على الذمار تجي لبالي حكاية وزير مالية اللي التوى أولاد بلاده يضحكوا عليها، وأظنه الوحيد اللي أعطاهم على قد فلوسهم. النهار دخلت له لجنة باش تراقب له حساباته، وإذا بها قام الكرسيه وضرب على الطاولة وصاح بكل شهامة وقال لهم: يا سادة، كان تلحوا باش تقوموا بهالعملية، راني نعلمكم اللي أنا من اليوم ما عادش وزير. ما كان من أعضاء اللجنة إلا الانسحاب، وما رجعوا له كان بعد 6 شهور. وقتها كيف جاوا يقوموا بالمراقبة اكتشفوا اللي هو ما قال كان الحق، حطوه في الحبس وقعدوا حتى التوى يقدروه. اسمي زيفل. نجم تسميني كال. فما حاجة التوا ما دخلت مخي مع الأسف، علاش مجبور عليك تكن محبة خاصة البلاد اللي تدفع فيها الضرائب؟ ما لا أساس الوطنية هو الاكتفاء بالقليل، ميزة هايلة عند اللي ما يكسبوا حتى شيء. اللي يجيب الشبهة الوطنية من الأساس هو كونك في نهاية الأمر ما عندك حتى أدنى اختيار، كأنك مجبور باش تحب بقوة المرأة اللي باش تاخذها، فهو تاخذ المرأة اللي تحبها. يا سرح الهوى، قمة في السخرية وجهة نظر متاع واحد منبت مستلب ما هوش متجذر. أنا ما نعرفش، يقولوا لي الواحد لابد يكون رمي العروق في بقعة من البقايا. أنا متأكد إن الكائنات الوحيدة اللي عندها عروق واللي هي الجر ماذا بها تولي ما عندهاش، هكاك نجم تولي تاخذ الطيارة مثلا. يظهر لي اللي بلاد مهما كان ما يحب كان الحاجة اللي عرق عليها، يكونش هذا زعمة تفسير الظاهرة مثل الوطنية. بالنسبة لي أنا لا نكره مهما حاجة عرقت عليها. نعطيك رأي، البلاد اللي تلقى ماليها متعطشين ياسر للحرية ماذا بيك ما تطولش فيها القعاد؟ عندك الحق، الكلام ياسر على الحرية يجيب الشك. كلمة في بلادنا الناس كل حرار ما يقولها كان اللي يتشكى من قلة الحرية. بطبيعة فيسع ما يجاوبك اللي حرية المعتقد عندهم سيدة. تبقى حاجة واحدة ممنوعة، هي كونك توري قناعاتك، وقتها عاد تولي جريمة. بالك يقصدوا اللي مهما كان الواحد عنده
شوية حرية في حياته الخاصة. ولا شكون باش يجي يكرفته مثلا وهو قاعد في قهوة يعبر على أفكار ما هيش متداولة. فما بلدان اللي حتى قدام قهوة ما عندكش الحق تكون عندك فكرة. فقل لي حتى الأمر هذا مختر ياسر، نمنامة الحرية اللي عندك البرجوازية الصغيرة قصفوها لهم مساس. لا عاد احنا هوني مازلنا نجمو ندولشوا على رواحنا بكل حرية ونتفرجوا على الفترينات. اشنية فايته؟ تصرف وتتكبد المشاق باش تغرس في المواطن ايمانه الراسخ في المسؤولين ومستقبل البلاد، وقت اللي يلقى روحه مجبور باش يخدم ويتعرض للاستغلال، مش هك الشعور بالمرارة يزعزع له ايمانه؟ انا في بقعتهم ان يسق الخدمة تماما. فكرة يا قمقومة وعندها تأثير ما ثماش. طالما انت مجبور تخدم باش تعيش، فما احتمال كبير اللي تعطشك الحرية عاود يتحير لك. السبب سهل وبسيط، هو كونه العمل متعب وشاق. قلت لك قبيلة ونزيد نعاود لك، باش يحكي إنسان عن الحرية لازم ممسوس منها في بعض النواحي. ولا انت عمرك شريت واحد مثلا لابس صباط هايل وخفيف وقياسه في ساقيه يبدأ النهار كله هو يشكرك فيه ويمجد في قياسي في خفيف في قدي، ماهوش ضربني وما كوليش عين الحوتة وماهوش باش يكولي عين الحوتة. هاو علاش انا عمري ما نحط ساقي في بلاد متسمية على الحرية اللي فيها، على خاطر مانيش واثق اللي رشقي للحرية يسوى قيمة هالبلاد. حياتي ماشية على ما يرام من غير تقلبات، كأي حيوان مفكر، عديت ما يقارب 10 سنين من حياتي في معهد جاي في شارع رايض وداير بالجنين. ناكل في مطعم قريب وداري لاهي بها مرا تجي تقضيلي واصحابي من الباحثين في نفس اختصاصي. كما قلت لك كنت من عائلة مرموقة، وعائلتي بفضل التضحيات الجامعة حصلتني بثقافة تختلف ياسر على هك الالاف من الذكور المشمعة اللي كنت عايش معها. كنت نزاول في مدرسة قريبة، زيد هذا بعض الامتيازات متواضحة على محالة، ولكن مهما كان تجيب لي فايدة كبيرة من هالمنطلق. كنت في مقدوري ناكل وجبتين في النهار ونتكيف على كيفي ونمشي للسينما قد نحب، في أقابل نتذوق لوحة فنية وما نقعدش كاشخ قدام قطعة سيمفونية.
وإذا ساعة ساعة نتناقش في موضوع الأحوال الجوية مع جنتي فهذا دليلني على سيادتك. إذا ساعة ساعة نتناقش في موضوع الأحوال الجوية مع خديمتي فهذا دليل مني على إنسانيتي وتواضع. مهما كان الأمر وبفضل مواهبي الفطرية اللي كانت تسوى ما تسوى كانت حياتي ماشي على ما يرام. لما حالة اتصادفني في حياتي بعض خلافات سقوطية ولا اثنين مع امرأة ولا مع بعض الزملاء حين شوية بخل ولكن مش حاجة كبيرة كأي واحد من الوسط متاعي. أما خسارة الجو بدأ يتعكر في الاخر. عندي الآن الوسائل اللي ناوي نتعرض للتصاعد الفشقي والكبير للبطالة والتفقير العام المتفاقم. اللي حير في هاك الفترة هو استحالة تحديد أسباب التدهور المفاجئ. يظهر لي العالم المتحضر بطمي طميمة تزعزع من الاضطرابات الأخيرة على ولا واحد يعرف. رغم اللي العلماء في معاهد تحليل الأوضاع عندهم البيانات المدققة ومع ذلك قعدوا يهزوا ينطخوا في رؤوسهم بالفارغ. بشوية بشوية قلت منشورات الاقتصاديين العلمية وفي المقابل تأسست مجالات لا تحصى ولا تعد في علم الفلك والتنجيم. اصطدمت وقتها الشيء مدهش. لاحظت اللي في اغلب مراكز العالم المتحضر الحياة ولت على درجة من التشعب بحيث خلات حتى أكبر الدماغات عاجزة على القيام بأي توقع نظرا لعدم المال الكامل بجميع المعطيات. في جميع الميادين ولينا ما دمنا موجودين تابعين الاقتصاد والاقتصاد مثلا معقدة باش تلم بجميع جوانبها يلزم استنباط سبب أكبر من موجود وهكا علاش جاو ناس وبناوا صرح الاقتصاد اللي تطلب عبقرية وقدرات تفوق طاقة البشر. أي تحليل للوضع يصطدم بمصاعب مخصوصة. جلبلي توام اكتشاف في مجال الفيزياء العصرية عاوفش يتمثل في الميدان الذري باش تراقب التطورات على مستوى الجزيئات يلزمك تستعمل عدسات مكبرة ياسر وهذا يقلق أبحاثنا بالطبيعة. المصدر الضوئي للمكبرات يجب يكون على درجة من القوة بحيث يسبب في رفع الحرارة وتشويهات خطيرة ثورات حقيقية في عالم الذرات. وانت تلاحظ تولي كأنك تشعل في النار في الشيء اللي تحب تلاحظه بحيث يولي الشيء قدام عينيك كأنه هو الحياة الحقيقية للحيوانات المضطربة. يظهر لي ليه الظواهر هذه متشابهة. أي تحليل للتحركات الاجتماعية يحدث عليها اضطرابات لا يستهان بها. أو علاش المسؤولين ربما ما يشجعوش ياسر البحوث العميقة في المجال الاجتماعي. ربما ما يشجعوش ياسر بحوث عميقة في المجال الاجتماعي. احنا اللي نسكنوا في الاحياء الشعبية تربيتنا فاضلة عليكم. ملي كنت صغير كنت اقوم بكري في الصباح نبيع جرايد قبل ما نمشي المكتب وذاك الاندفاع الفليسات مدهم الوالدية وذيك الطاعة. بابا كيروح سكران ضميره يدوبخ فيها على خاطر صرف شطر شهريته في الشراب هذاك علاش يقوم يعطينا تريحة. وقت ما لقاو كان الخبز البيت باش ناكلوه يزمنا نقولوا الحمد لله واظن نيتهم يعلمونا الاعتراف بالجميل.
من هون تكونت عندكم مجموعة كبيرة من الفضائل. ولو ما ثمش حد يرضي يروحوا للاستغلال قد الفقراء. أنا متأكد إني سمع ياسر حاجات توا ما دخلتش بخصوص تصرفاتكم. مرة كانت عنا ختيمة ناشطة ونظيفة وديكوردية بالخصوص، كانت تقوم على الفجاري وساقها البرة ما تحطهاش بحيث كانت تقلق وتحب تفرهد على روحها شوية. علمتنا جميع ما تتصور في عقلك من ألعاب، مثلا التفركيز على الحاجات الصغيرة، تاخو اللي يقولوا احنا زربوط ولا اللي هو وتحشيه في شونها ولا اللي هي وتقول لنا اي طلعوا من حديد الزربوط. ما تتصورش قداش كنا نموتوا على هاللعبة. ما فسدها كان خويا الصغير اللي هز الحكاية باردة وسخونة لأمي اللي ما استلطفتهاش بالطبيعة، قال والله احنا مازلنا صغار على لعب كيف هذا. ريتش اللي في نهاية الأمر هالخدمة هذه ما كانتش مناسبة تماما على الأخطاء. بابا فسر الحكاية لكونها ربما لأنها جاية من وسط شعبي. بوك خلاها تتفرهد شوية في الشارع، بتبيع المعون ماهوش باش يقعد مغسول مليح. أما انتوما في نهاية الأمر مربوطين شوية بعفتها. دبرت بيت ما تنجمش تتصور قداش نفرح كل مرة نلقى فيها بقعة نرمي فيها كيلوات التسعين. مش سهل في وقتنا الحاضر تنقل الكمية كيف هذه بعظمها والحمد. المسؤولية تعظم بالطبيعة. 90 كيلو ماشين ويفسدوا اخطر بياسر من 65. اما يسهلوا العلاقات شوية سمنة ما فيها باس، تعطي الوهرة وتعمل القبول. ما ناكلش اكثر منك. بيك تنبزت قول صح عليك، مانيش حاسدك. بالك الناس المعتبرين يستعاروا من كثر الماكلة، احنا معنا حتى عيب كي نترسوها قد قد. ديما نتسائل علاش المثقفين اليساريين ما يتكلموا كان على الفلسفة والمفاهيم والأخلاق، وعمره ما يجي لبالهم مثلا يوصفوا للناس بعض الملذات اللي يتوصلوا لها كيف تولي عندهم الامكانيات. كاينوا الفلسفه والمفاهيم والاخلاق
هي الحاجة الوحيدة اللي قاعدة الطبقات السفلى تجهلها وما تعرفهاش. لما حالة شيء حزن القلب اللي التو عدد كبير من المواطنين ما شافش شلالات نياجرا، أما الشيء اللي غرق القلب أكثر هو أنه التو عدد كبير منهم ما شافش حجلة محشية فوق طاولته. هو وصف أنواع الجبن بطريقة مشوقة وإيحائية كافي باش يهذب العواطف. عمره ما كان كاش بوسة هايل متناقض مع الإنسانية ولا إحساس بتاع واحد لابس صباط خفيف في ساقيه. جهل كيف نادى يتكلف غالي، لا يكفي بنادم يجهل مطعمها يزيد ما يعرفش حتى كيفاش يتوصل لها. نقول ثم زاد اللي ما يعرفش ليا موجودة ضربة واحدة، هذه مش جهالة مطلقة، هذه تصطيك بقل. أنا موافقك في حاجة، كي كنت قبل الناظل نظالي ما كان يخلي لي حتى وقت الراحة، نرقد الناظل نقوم الناظل، ما كلتي نسرق منها الوقت للنظال. حتى نهار صاحبتي خيرتني بين حاجتين، يا نكمل الناظل يا نخرج معاها نهار لحد. ما تنجمش تتصور قداش انا فرحان اللي انت نفخت النظال ومشيت عليهم. كان ما عندكش بعض التحفظات ماذا بيا ساعة ساعة نقرا لك فصل من مذكرتي. من راحة تمنى مش في بالي للواحد ما يكتب مذكراته لما يكون كبير في العمر ويكون متمكن من موضوعه مليح. هو يعرف ينقش. ماني متمكن من حتى شيء وخطيني النقش. طبيعي باش الواحد يكتب قصة حياته للناس اللي عايشين معاه وفصل لهم اش يخمم واش يحب. مشكلتي اللي انا قادم على هذا وانا انسان ما عندي حتى ادنى قيمه. بالك هذاك اللي باش يجيب لك النجاح المفاجئ. تقصد هاك الحصيلات والاحابيل اللي ينصبهم المؤلف للعدو متاع القارئ وهو مطمئن متهني ماهوش في حالة دفاع. هذيك هي كيفتن اللي انت ماكش حاجة نهاية ويكون وقتها فات الفوت، تكون انت سربيت له قسط كبير من افكارك وبدأ يتعود على طريقة كتابتك، حتى كان في الاخر باش ياخذ منك موقف مش مهم لازم باش تقعد له بعض الحاجة. معنويا نعتبر اللي هذا حق من حقوقي. ما ثماش علاش الناس المهمين يتقبلوا افكارهم بالتصفيق والترحاب، والناس اللي ما عندهم حتى قيمه ما يلقاو كان المحقرانيه والسكات. نتيجتها ولو الناس التافهين باش يطبعوا ويكتبوا كتبهم مجبورين يدافعوا على افكار الناس المهمين مش على افكارهم. وضعية لا تطاق. وانت علاش ما تعملش كتاب صغير؟ لازم كبير. تتسمى طعنتني من خلف. تخمم اللي الشخص هام عنده الحق باش يكتب ويطبع مجلدات وقت اللي هو يطلب فيه من القارئ معلومات وامكانيات تفوق امكانياته ومعلوماته المغموم، وانا اللي نعبر على افكار حقانيه ينجم يتبناها اي مواطن يطلب مني باش نختصر. كتاب صغير. نمشي معك اكثر من هكا، نقولوا اللي هذا يمثل شكل من اشكال الطغيان اللي قاعدين نعانيوا منه في جميع الميادين،
علاش الناس ما تسمحش للي يجي باش يبسط عليها افكاره وتتصنت. زيد اطعني من خلف، انا ما على شخص فاقد الاهميه ولكن مانيش اللي يجي. اذا كان عباره اللي يجي على الناس المهمين ولا تمانيش بالدوله، عباره اللي يجي على الناس اللي ما عندهم حتى قيمه ولا تتقال لا حشمه لا زعره، انا نحتاج بشده ضدها. احنا بيدنا الناس اللي ما عندهم حتى قيمه، بيناتنا فوارق كبيره. اذا تلقى فينا شكون اللي بلغ درجه من الضحيه والشجاعه ونكران الذات، تلقى فينا زاد شكون اللي ما وصلش لها درجه وانا من جملتهم، وبهالمعنى نمثل استثناء، وبالتالي فانا مانيش اللي يجي. نطلب منك اسمح. ما ثم حتى شك اللي الناس اللي ما عندهم حتى اهميه ماشيين في الانقراض. تقدم العلوم والتكنولوجيا والسياسه بالخصوص خلاوها الصنف البشري اخذ في الاضمحلال من خريطه المعموره. القدرة العجيبة اللي ولدت في عصرنا من عاملين اي شيء انطلاقا من لا شيء، فرقت عدد كبير من المتفوقين. وانت تلفت ما تلقى كان ناس يصرفوا كابطال ولا كاولياء. اذا كان عصر الابطال قد انتهى امره كما قاعد تقول، ما تخافش لافكارك تثير الانتباه؟ لا بل بالعكس، لا بل بالعكس، لا بل بالعكس، على خاطرهم بالذات قلال يلزم الاهتمام بجميع جوانب حياتهم الحسية والفكرية. والانتي قداش تشريها مثلا وثيقة تعرفك على أدق تفاصيل الحياة الداخلية متاع هاك الديناصورات هاك الحيوانات الكبيرة اللي عاشت على أرضنا وطفات لأنها ما نجمتش تصمد قدام الكائنات الأخرى. إذا كانت تمثل في روحك بالديناصور تظهر لي وقيت مش تكتب مذكراتك على خاطر مديدة أخرى حتى حد ما عاد يفهمك. عندي حتى مانع. الأكثرية من الناس يطعنوا في قيمة التعليم والمدارس. هالفكرة العظيمة اللي تأسست على خطرها ما لقاتش مع الأسف شكون يفهمها ويعطيها كاه. ترمي وراها قتول في معمعة الحياة وتخليه يدبر راسه ولا يدخل. ولاحظ لي المهمة هذه المقولة للأستاذ واللي كلها تضحية واستبسال ونكران ذات يلزموا يتقمص جميع انواع النماذج البشريه الاساسيه اللي يجي النهار طفل ويتعامل معها مباشره. في سبيل هذا يعطيه للتلميذ فرصه تتراوح بين 4 و6 سوايع في النهار يتعلم فيها كل ما حاجته به من خبث وشراسه وظلم. وما يكفيش لي تعليم كيف هذا يسوى الملايين، تزيد الدوله تعطيه بلاش على حساب. لازم الطفل يتعلم كل ما حاجته به باش يشق طريقه في الحياة بالضبط نفس الخصال المطلوبة والمؤهلات اللازمة اللي تخليه يتقيد في المكتب. التفنن في التحايل، الاستيعاب السريع للأفكار المبتذلة، التظاهر بالمعرفة،
التذلل والدهين والاستعداد المستمر للقوادة بالأصحاب والرؤساء وانت ماشي. أستاذ المفضل كان واحد هو جنبه وبيده خايف يزخ وبيه ما تحكاش. يقولوا اللي قد ما حرق في شبابه مش يدبر بقعة في الجامعة وما نجحش يظل فيه الفشل هذا هو اللي فتق له مواهبه الكامنة. نفطه وشيخته مجي كان كيف يغدرنا بسؤالات يفرشنا بها توصل بيه النصبة حتى لين يولي يعوي كيف الذيب. زدنا كرهناه من تخبيته مرتين ثلاثة ورصة بورة في النهار يخرج من مكتوبه وطرف شبن ويبدأ يقري فينا ويمرتق. هو في الحقيقة كان يقري فينا في مادة الكيمياء، أما كان يقرينا ينجم يقرينا أي مادة أخرى مش مهم، فن التشيت القرقاف، المهم تكون عنده مادة يقريها كما الممثل اللي يلزمه دور باش يبرز. ايه هو مش مهمته تتمثل في انه يردنا رجال ينجح في هذا، على الاقل اذا كان ما تعلمناش عليه مادة الكيمياء تعلمنا عليه حب الانتقام. المتفقد يزورنا مرة في العام هم يقولون باش يطلع على مستواكم، احنا عارف بالحقيقة اللي وجاه باش يراك بخدمة معلم، حتى فرصة ما نضيعوها باش نحطم الاستاذ ونظهروا بهامتنا قد ما نجموا. حتى سؤال ما نعرفوه ولا نجاوبوا عليه كان المسطك اخوه. بهامتنا نهارتها ما شيختوش، ضرب الصفرة وشد الفرش مدة لباس بيها، ومن وقتها نصبت وضاعت المغبون ونحت مرتق الجبن متاع العادة. يقولوا لي هالايام ثم بعض المدارس ولات تعتمد على مبادئ اخرى غريبه ياسر ما كناش نعرفوها، ولاو يعاملوا الطفل بكل مساواه وتفاهم. انا متاسف ياسر الحاجه كيف نهاد. احنا قررنا في المكتب عده مواد اضافيه، الفوارق الاجتماعيه مثلا، هاي ماده من المواد اللي لقنوها هلا اولاد العائلات يعاملوهم خير من اولاد الخدام. لو فرضنا الغاو هالمادة هذه من التعليم، اش قعد قدام التلميذ باش يمارس هالتفرقة، باش يلزهم الشيء اللي تعلموه من مخالطته بالاستاذ، الاقتراف اعمال وتصرفات غاية في السخافة، يسموا غشوهم وغلطوهم بخصوص ردود فعل العالم تجاههم. كان ماشي في بالهم مش يلقاو مجتمع يحترم قواعد اللعبة الشريفة كالتفاهم والتعاطف والانسجام، وإذا بها يلقاو راحهم راس راس مع مجتمع ضايع باذكى لا عنده لا خبرة لا مهرب لا دراية. يهبط على مربطنا باش ترمب يصور لنا على زهوراتنا أشكال هندسية ذات روعة فنية. تفانيه في العمل وإتقانه يخليه يبطل ما يضربناش نهار اللي ما يبداش يفور، ما العلم يقومش بالعمل نتاعو على أحسن وجه. هاو النظام ولا بلاش. وهوني فما حاجة نحب نلفت نظرك لها، اللي النظام عمره ما كان يتمثل في الاقتصاد، ولا انت عمرك شريت ادارة تستحفظ؟ انا استحفاظ يا راجل. الاقتصاد هو التبذير المنهجي، التبذير على قاعدة. كل حاجة تنتن ولا تفسد ولا تخمج ولا تتلف لازمها تقيد في دوسي وقدامها نمر، وهذا هو الاقتصاد. فما ياسر حاجات بنادم ما ينجم يعملهم إلا ما يتقنهم على قاعدة. ولا انت خوذ مربوط مثلا وخليه يحفر ثم يردم نفس الحفرة، ثم يعاود يحفر ثم يعاود يردم نفس الحفرة، ثم يحفر ثم يردم ثم نفس الحفرة، ثم يحفظ ثم يردم ثم يحفظ ثم يردم ثم يحفظ ثم يردم نفس الحفرة. خليه يشكلط على زي راسه ويبلفط كما يحب. ثم حاجة من الاثنين، يا إما يهبل وإلا يثور والنتيجة هي واحدة. أما طرح خليه يشد الفاس بطريقة معينة مش كما يجي، وخليه يغرسه في القاعة كذا سنتيمتر لا أكثر ولا أقل، واعطيه مترو باش يقيس بيه مستوى الحفران، وراقبه من بعد اذا عرف كيفاش يردم الحفرة كأنها عمرها ما تحفرت، وقتها الخدمة اللي ممكنة وكل شيء يمشي كالمنقادة كما يقولوا.
فما حاجة اللي نقولها لك نعاود لك. صعيب في الوقتنا الحاضر باش تحافظ على قدر أدنى من الإنسانية من غير تشيشة رشوة اللي هي في حد ذاتها شكل من أشكال الفوضى الإنسانية الموجودة وين ثم الموظف القابل للتفحيم. إذا إلى ثم اليوم ما زالت بعض الأنظمة تقمع الرشوة فهذا دليل اللي هي معيش أنظمة إنسانية حتى طرف. ما نعرفش شكون نهار قال اللي نزسة ما هي إلا مادة ما هيش في بقعتها ولا تسميهاش نزسة وهي في محبس. أنا من أصلي من دعاة النظام حتى نهار تعرفت على فيلم تاع شارلو وقت لي جاي يفكر في الفريجة بعد ما عباها بحوايجه فاق اللي يشتر الحوايج قاعدوا فايزين على جناب من حينك خذام قص وبدأ ياكم سوريا يا سيخ سرويل يا فرد كلاسس وبالنسبة لي هكا نظم الأمور الكل هتصرف اللي يدهشني. عندي إحساس اللي أنت زادة ماكش ياسر من دعاة النظام. يظهر لي إن البشر ما زالوا ما همش ناضجين الفضيلة كيف حب النظام. الإهمال وحده وتشيشة فوضى هما اللي وحدهم قادرين على حمايتهم من الكوارث. خلينا نعمل جملة بالصفة هذه، كل حاجة ما هيش في بقعتها هذيك الفوضى، وين لازمك تلقاها ما تلقاهاش هذاك هو النظام. فكرت حكاية هاللي مات واحد يزر بالشيخ تاع البطاح هو خلطته لاخر مده على ما هو مزروب نقزوا المروح في وسط الناس البطاح معبي تحشف في وسطه اثنية الكل كلام والاسلام ارمي مساك تسمع حسو حتى خلطه في الهبوط طاش معسكر تستنى فيهم من حينك عدوا الركاب بالواحد بالواحد صفوهم على الحيط عمروا المقار انه بداوا دف طرق على الاول طرق على الثاني طرق على الثالث الرابع حتى فين قلس الكل مفضل كان صاحبنا اللي خلط المخ. الضابط جاء باش يعطي امر باطلاق النار واذا به سكرتير وجاب له ليسته في الناس اللي قتلهم الكل ظهر فما واحد زايد داروا صاحبنا قالوا له يا ولدي شنو حكيت شبيك ساكت كي جينا باش نقتلوك تعرفش طلعت حكايتي. كان عنده اربع اخوه ثلاثه اولاد وطفله الاولاني شنقوه على خاطر قال ما نحبش ندخل العسكر الثاني قتلوه على خاطر فطن بموظف يسرق وقال عليه والثالث كذلك شنقوه على خاطر قال اللي هو كان حاضر وقت قتل اخوه كانك بالطفله زاد هي قتلوه على خاطر قالت كلام حتى حد ما يعرفه حتى توا نظرا لخطورته البالغه. من هوني استنتجت قال صاحبنا للضابط اللي الكلام ما يجيب كان البلاء. كان طول المده اللي يحكي في حكايته والرايز وسيس الا في الاخر هذا شويه وسخن وقت يفكر بالمصايب والمحون اللي صارت له الشيء اللي سبب له هو بيده في الاعدام. حكايتي وفاته كانت نجم تكون في اي بلاد. تفكرت حكايه الراجل يزرب بالشخل على البطاح هو وصل له الاخر ندهم على ما هو مزروب نقزوا نروحوا بين العباد طول ثنية ارمي المساك تسمع حسوا الكلام لا سلام حتى لين وصلوا في الهبوط طاش مع عسكر تسنى فيهم هبطوا ركاب الواحد بالواحد صفوهم وبداوا طورك على الاول طورك على الثاني طورك على الثالث حتى لين فين والناس الكل ما ظل كان صاحبنا اللي خط مخرج على المساك تسمع حسوا الضابط جاء باش يعطي الاذن باطلاق النار واذا بها السكرتير بتاعه مدوا ليسته من مكتوب في ستة وفي اسامي الناس الكل اللي قتلوهم ثم واحد زايد نجدوا صاحبنا يا ولدي كيف سبتك شبيك سكنت كيف جينا باش نقتلوك تعرفش اش طلعت حكايته عنده اربعه اخوه ثلاثه ولاد وطفله الاولاني قتلوه على اللي قال ما نحبش ندخل الخدمه العسكريه والثاني قتلوه على اللي طاح موظف يسرق وقال عليه وكانك من الثالث حتى هو زاد في نقوه على اللي قال كنت حاضر كيف قتلوا خويا اللي طاح موظف يسرق وقال عليه حتى البنيه حتى هي زادة استحقت الحكم بالاعدام على اللي قالت ياسر حاجات لتوا ما يعرفهم حد نظرا لخطورتهم البالغه من هوني استنتجت قال صاحبنا الضابط اللي الكلام ما يجيب كان البلاء كان طول الوقت نحكي في حكايه نسيت ورايد كانش في الاخر هذا شويه على تفكر المصايب اللي وقعوا له شيء للسبب في الحكم بالاعدام هوني وفات الحكايه اللي تقع في اي بلاد اخرى.
اللي فسد الافكار العظيمه هو من الرجال كان يسمع سيدي وقتك وقت يتكسر يده في حد الشغل حب يعمل مشروع بتاع حانوت اللي فيها قبش الخياطه والسواقر هكا كان زين نجم يشتري الدخان من غير حتى مشكله يا اخي ما عملوش المشروع خاطر ما طولوش حتى كان عطاو رخصه ما كانش نجم يعملوا على خاطر ما عندوش فلوس مش هذا قضي بالأفكار العظيمة مش هذا قضي بالأفكار العظيمة الحرب الشاملة هاي فكرة عظيمة الحرب الشاملة هاي فكرة عظيمة الحرب الشاملة هاي فكرة عظيمة يشرط عليك القيام بأعمال جبارة فوق طاقة البشر ماهوش شعب ولا دين عايش معه في الخوارق شيء عم الناس الكل الأعمال البطولية عمال تكتسح القارة أعمال الإنسان الاعتيادية عمال تظهر مذهلة مدهشة موحشة باش تدبر شكرا فارينا محتاج نذكاي ذرزيك في الماضي لأحياء أراضي ولاية كاملة باش تتوضح لك الرؤية وتقرر إذا كانت نجم تهرب بالوقت ولا تستنى الغدوة محتاج نذكاء زيك لإنتاج أثر خالد الخروج للشارع يطلب شجاعة خرافية باش تضروح على اقتراف جريمة يجب تكون بباص ولا وليه كارل 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 انصحني وين نمشيو انصحني وين نمشيو مشى في بالنا في وقت من الأوقات اللي الأرض هذه نجم تكون قابلة للسكنة والبشر نجم يتنقصوا فيها شوية والحياة تولي أسهل سلفاميد الآلة البخارية الضوء راديو الجراحة البنسلين القمر الصناعي اللازر قلنا بهذم تونا نوليو سعادة أكثر ندخلوا ببوشتنا أكثر نوليو نعملوا اللي نحبوا واش صار لهالاحلام الورديه العالم ما عادش توصل المتطلبات والشروط اللي مخيفه حتى هبال وحتى تخريف كنا مرهنين على الناس البسطاء من الحجم المتوسط قال نعاودها لك ونقولها لك فديت من الاخلاق الحميده والعالم مضيع البوصله والحكم عليها بالشجاعه وكل شيء فوضى والعالم يكركر فيا لدمو ماتو والعنف بدعو كال كال انت الراجل الانساني انت الصاحب هاو نقولها لك ونعود لك فديت من تعاطي الفضيلة ونرفض مليون واللي بطل
هذيك هي وضعية لا تطاق. من اليوم ما عادش وزير، يطلبوا منك تختصر. اللي يجي الديناصور 90 كيلو ماشينو يفسدوا اخطر برشا من 65. ملا معلم عبقريه، هاي قصدريتي. نتفرجوا على حوانت المعون يقعد مش مخسود. فيلم تاع شارلو البوليس في باله، قضية من عند العطار، واحد زايد بقعة ناقصة طرفش بن. نتفرهدوا في الشارع. نجم تكتب اللي تحب، مش هذا قصدي بالأفكار العظيمة. التأثير الشامل لكامل البشر، التفاقم العام، طاقة البشر، وقتاش يفك علينا؟ بعد 6 أشهر راجل ما عندي حتى أهمية.